أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي المهني الصناعي اختصاص لحام وتشكيل المعادن، أقدم لكم اليوم درسا في مادة تقنية الإنتاج وحدة الإنشاءات القشرية بعنوان انفراد هرم سداسي مقطوع بمستوى مائل. كل درس في هذه المادة مقسوم إلى قسمين، قسم نظري معلومات نظرية متعلقة بالتمرين العملي وقسم عملي. أقدم لكم الآن المعلومات النظرية. الحساب الفني المتعلق بالمادة الانفرادات يقاس الطول في أعمال الصاج بواحدة المتر بحسب الوحدات الدولية، ويمكن استخدام أجزاء المتر للقياس، حيث أن الواحد متر كما نعلم هو 10 ديسيمتر يساوي 100 سنتيمتر ويساوي 1000 مليمتر. أما في الواحدات الإنجليزية فيقاس الطول بالإنش، حيث يجزأ الإنش بنسب كسرية قياسية مثل النصف، الربع، ثلاثة أرباع، خمسة على ثمانية، ثلاثة على 16، خمسة على 16. وللتحويل بين الأبعاد المترية والإنش يكفي أن نعلم أن الواحد إنش يساوي 25.4 مليمتر. هذه المعلومة مهمة جدا للتحويل بين القياس المليمتري والقياس الإنجليزي أو الإنش، لأن بعض القطع القياسية تأتي بالإنش، فيجب على الطالب أو الصناعي أن يعلم كيفية التحويل. تقاس المساحة في أعمال الصاج أيضا بالواحدات المترية المربعة بحسب الوحدات الدولية، حيث أن الواحد متر مربع هي 100 ديسيمتر مربع، تساوي 10,000 سنتيمتر مربع، وتساوي مليون مليمتر مربع. يقاس أيضا الحجم بالواحدات المترية المكعبة بحسب الوحدات الدولية، حيث أن واحد متر مكعب يساوي 1000 ديسيمتر مكعب، يساوي مليون سنتيمتر مكعب، ويساوي مليار مليمتر مكعب. يستخدم اللتر لقياس الحجم في الواحدات الدولية، وللتحويل بين اللتر والمتر المكعب يجب أن نعلم أن لام تساوي 1 ديسيمتر مكعب، ويساوي 1000 سنتيمتر مكعب، ويساوي مليون مليمتر مكعب. ننتقل إلى حساب الزوايا والأطوال للمضلعات المنتظمة أو غير المنتظمة. حساب مجموع نبدأ بأولا حساب مجموع الزوايا الداخلية لمضلع منتظم من خلال المعادلة الآتية: SUM أو SUM يساوي 180 في N ناقص 2، حيث N عدد أضلاع المضلع. نأخذ مثال على ذلك، أوجد مجموع زوايا مخمس منتظم بتطبيق معادلة الحل بتطبيق معادلة حساب مجموع زوايا مضلع منتظم بالتعويض عدد الأضلاع N تساوي 5. نجد بتطبيق المعادلة SUM تساوي 180 في 5 ناقص 2، فيكون الجواب 540 درجة. هذا هو الشكل. حساب الزاوية الداخلية لمضلع منتظم يتم ذلك بتطبيق، فإذن هنا قد نحتاج إلى حساب الزاوية الداخلية لتشكيل شكل معين، خزان أو غير خزان لتشكيله، فيجب أن نحسب هذه الزاوية. ألفا تساوي 180 ضرب N ناقص 2 على N، حيث N عدد أضلاع المضلع. مثال على ذلك، هنا لدينا سباعي منتظم بتطبيق معادلة حساب الزاوية الداخلية. احسب الزاوية الداخلية لسباعي المنتظم بتطبيق معادلة حساب الزاوية الداخلية التي مرت سابقا، وبالتعويض N تساوي 7. نجد أن ألفا تساوي 180 في 7 ناقص 2 على 7، وتساوي الزاوية الداخلية للمضلع للسباعي المنتظم هي 128.57 درجة. مثال آخر، احسب الزاوية الداخلية لمسدس منتظم بتطبيق معادلة حساب الزاوية الداخلية والتعويض N تساوي 6. هنا المسدس ألفا تساوي 180 في 6 ناقص 2 على 6، وتساوي 120 درجة. حساب النسب المثلثية، كثيرا ما نحتاج هذه النسب لحساب أبعاد مجهولة وتكون زاوية معلومة. طبعا هذه النسب تطبق في حالة المثلث القائم. يمكن حساب تلك النسب من خلال النسب المثلثية: ساين الألفا تساوي A B، هذا هو المثلث القائم، A B على A C أي المقابل على الوتر. كوساين ألفا هو B C على A C أيضا المجاور على الوتر. تانجنت ألفا A B على B C المقابل على المجاور. مثال، احسب طول الضلعين AB و BC في المثلث القائم ABC، مع العلم أن الزاوية ألفا تساوي 30 درجة وأن طول الوتر AC يساوي 100 مليمتر. هنا لدينا طول الوتر ولدينا الزاوية الداخلية 30 درجة،
فيجب حساب بقية الأطوال A, B و B, C باستخدام النساب المثلثية. بتطبيق هذه النسب، النسبة الأولى التي يمكن حساب منها ساين ألفا تساوي A, B على A, C، وبالتالي A, B تساوي A, C ضرب ساين ألفا بالتعويض A, B تساوي 100 ضرب ساين 30 وهو نصف صف ويساوي 50 مليمتر. ولحساب طول الضلع بي سي لدينا كوساين الفا تساوي بي سي على آ سي، وبالتالي بي سي تساوي آ سي الوتر ضرب كوساين الفا كوساين الثلاثين بالتعويض بي سي تساوي 100 وهو الوتر ضرب كوساين الثلاثين جذر 3 على 2 وبالتالي الناتج يساوي 86.6 مليمتر. نظرية فيثاغورس في المثلث القائم أيضا أحيانا قد تكون الأطوال موجودة وأحد الأطوال ناقصا، فيمكن طبعا في المثلث القائم فيمكن استخدام نظرية فيثاغورس الشهيرة في حساب بقية الأطوال والتي تنص على مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طول الضلعين القائمتين. في المثلث هذا A B C A C مربع وهو الوتر يساوي A B مربع زائد B C مربع. مثال على ذلك، لدينا في المثلث القائم A B C طول الضلعين A C وهو الوتر 100 ملم وبي سي 80 ملم، والمطلوب حساب طول الضلع A B المجهول. باستخدام نظرية فيثاغورس نجد أن A B مربع تساوي A C مربع ناقص B C مربع بعد طبعا نقل المجهول إلى الطرف الآخر، والتعويض A B مربع تساوي 100 مربع ناقص 80 مربع وجذر A B جذر الناتج يساوي 60 ملم. A B 60 ملم في هذا المثال. ننتقل الآن إلى القسم العملي، انفراد هرم سداسي مقطوع بمستوي مائل على الصاج وثنيه ولحام. بطاقة التمرين العملي، كل تمرين عملي تأتي بطاقة تعريف بهذا التمرين كامل، هوية هذا التمرين بشكل كامل. تتضمن المعلومات التالية: أولا اسم الانفراد، التمرين الثاني هنا في الكتاب، انفراد هرم سداسي مقطوع بمستوي مائل على الصاج وثنيه ولحامه. كامل معلومات الاسم على الصاج، ليس فقط تنفيذ الانفراد على الورق وإنما على الصاج وثنيه الصاج ولحام الصاج. الزمن المخصص لهذا التمرين، تنفيذ هذا التمرين في الحرفة هو 6 ساعات. الأهداف الأدائية للتمرين، مضمون الأداء، ماذا أريد أن يتقن الطالب من مهارات بعد تنفيذه لهذا التمرين؟ يجب أن يصبح المتدرب قادرا على أن يقوم بتنفيذ انفراد الجسم المطلوب على الورق وثنيه حسب خطوط الثني على الصاج. فإذا ليس الثني على الورق وإنما الصاق الورق على الصاج ثم الثني على الصاج ولحامه بالغاز أو أسلوب لحام آخر، هذا ما أريد من الطالب أن يتقنه من مهارات بعد تنفيذه لهذا التمرين. المواد والأدوات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ هذا التمرين، مستلزمات الأداء: أولا وحدة اللحام بالغاز مع أسلاك اللحام اللازمة أو أي أسلوب لحام آخر، قطع العمل هنا الصاج، مقص صاج، سندان، مطرقة، أدوات التخطيط على الصاج. يمكن أن ينقل الطالب خطوط الثني على الصاج، فيجب أن يتوفر أدوات تخطيط خاصة بهذه العملية، معدات ثني الصاج، معدات الوقاية الشخصية، أدوات ووسائل التنظيف. كل هذه المستلزمات يجب أن تتوفر حتى يتمكن الطالب من تنفيذ هذا التمرين بشكل صحيح. معايير الأداء، كيف أقيم الطالب؟ أولا بالرجوع إلى طلبية العمل، تأتي طلبية العمل على شكل رسومات هنا، فإذا الطالب نفذ بشكل عشوائي دون الرجوع إلى طلبية العمل يختلف عن الطالب الذي ينفذ بالرجوع إلى هذه الطلبية وبشكل دقيق. تطبيق تعليمات السلامة المهنية، المعيار الثاني هو تطبيق تعليمات السلامة المهنية، معيار مهم جدا. تحضير قطع من الصاج بالسماك المطلوبة وفق المواصفات الفنية، أيضا قطع الصاج قصة بالسماك المطلوبة وفق المواصفات الفنية، المطلوب 2 ملم 1 ملم أقل من 1 ملم، كل هذه الأشياء تأتي مع طلبية العمل. تنفيذ الانفراد على الورق بما يطابق الأبعاد، أيضا الانفراد يجب أن يكون دقيقا على الورق، ما ينفذه على الورق بشكل دقيق ينتقل إلى الصاج، دقته إلى الصاج. قص لوح الصاج بما يطابق شكل الانفراد،
فإذا هنا يلصق الورق على الصاج ويقص الصاج بما يطابق الشكل الخارجي للانفراد، تخطيط خطوط الثني على الصاج، نقل خطوط الثني على الصاج من الورق على الصاج بتعليم بداية ونهاية كل خط، ومن ثم استخدام وسائل التخطيط لنقل هذه الخطوط. لحام قطع الصاج مع بعضها وفق نظام اللحام المحدد، فحص جودة اللحام وأصلاح الوصلات المعيبة. فإذا كل هذه المعايير هي التي تكون لتقييم تنفيذ الطالب بشكل صحيح أو بشكل جيد، وتباين الطلاب بين بعضهم البعض في حالات الطلاب الجيدون والآخرون الأقل جودة والتنفيذ الضعيف. هنا نبدأ بالتمرين. راجع طلبية العمل، هذه هي طلبية العمل، نلاحظ هنا أبعاد كاملة غير ناقصة، يجب أن تكون الأبعاد كاملة غير منقوصة نهائيا ليتمكن الطالب من التنفيذ دون الرجوع. هذا يسمى رسم تنفيذي، وقد أخذ هذا الشيء في منهاج الرسم الصناعي. رسم تنفيذي يجب أن يقوم بتنفيذ هذا التمرين دون الرجوع إلى أحد، فقط هذه طلبية العمل هي معياره أو هي مرجعيته في تنفيذ هذا التمرين. أولا، نفذ على ورق سم انفراد هرم سداسي مقطوع بمستوي مائل وفق الطريقة الآتية. الخط MO في المسقط الأمامي هو الطول الحقيقي لأحرف الهرم. ارسم قوسا بنصف قطر MO الطول الحقيقي لحرف الهرم وقسمه إلى 6 أطوال متساوية بطول 0.1 من المسقط الأفقي وطول ضلع المسدس المنتظم، وسمى نقاط التقسيم 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. نلاحظ هنا كل انفراد يبدأ بنقطة وينتهي بنفس النقطة. هذه صورة للخطوة الأولى، نلاحظ الام صفر. الام صفر هي الطول الحقيقي لحرف الهرم. رسمنا قوس جانبان بنصف قطر ام صفر وقسمنا هذا القوس بطول 0.1 أي طول ضلع المسدس المنتظم لستة أقسام متساوية. ابتدأنا بصفر 0, 1, 2, 3, 4, 5 وانتهينا بالصفر. الخطوة التالية، صل بين النقطة M مركز القوس ونقاط التقسيم على القوس وبخط خفيف تحصل على انفراد السطح الجانبي للهرم كاملا دون قطع. فإذا هنا إذا وصلنا النقطة M، نلاحظ في الرسم، إذا وصلنا النقطة M بنقاط التقسيم M0 M1 M2 M3 M4 M5 M0 فهذا هو انفراد السطح الجانبي كاملا دون قطع. حاليا كأني أنا إذا أثنيت هذا الشكل أحصل على مخروط سداسي منتظم ولكن دون قطع. الخطوة التالية، تنفذ القطع، انقل قياس النقاط MA MB MC MD ME MF MA من المسقط الأمامي وضعها على أطوال الأحرف المقابلة لها مثل MA على MO وهكذا. سل هذه بين النقاط المستنتجة بالخطوة السابقة A B C D E F A ليكون، لاحظوا بداية هي نفسها النهاية، ليكون الشكل 1, 2, 3, 4, 5, 0 A F E D C B A 0 هو انفراد السطح الجانبي للهرم المقطوع بمستوي مائل. الرسم هنا يوضح كل شيء. نلاحظ هنا هذه الأطوال نقلناها من المسقط 0 A، هذه هي 0 B أو 1 B، طبعا 1 B و 5 B هنا نقطتين، كل الحرفين الداخلين هو نقطتين كل قياس، و سي بي آ. نلاحظ الحرف آ صفر هو نفسه آ صفر، فإذا الحرف في بداية الانفراد هو نفسه في نهاية الانفراد. يجب أن يلصق، أو خط اللحام هو سيكون هنا، أو خط اللصق في حال كان تم تنفيذه على الورق. ننتقل إلى يوضح عملية
تنفيذ الانفراد. لاحظ هنا اولا سمينا النقاط نقطة M، ومن ثم قسنا الطول بالفرجار M3 و M0 هو نفس الطول، رسمنا قوس نصف قطره M0 هو الطول الحقيقي لحرف الهرم في المسقط الأمامي، سمينا صفر النقطة صفر. بعد ذلك قسمنا القوس بطول المسقط بطول المضلع المسدس بطول المسدس في القاعدة، وسمينا هذه النقاط. نلاحظ القوس، نلاحظ التقسيمات نفس الفتحة تماما، وعدنا تسمية أو سمينا النقاط. واحد اثنان، نعم. بعد ذلك وصلنا الخطوة في الخطوة هذه، وصلنا النقاط M0 M1 M2 M3 M4، ومن ثم عدنا وقسنا الأطوال بعض القطع MA على ونقلناها إلى الحرف المقابل لها هي M0، وبقية الأحرف كذلك الأمر. لاحظ M0 هي نقطتين لأنه بداية ونهاية الانفراد، وM واحد خمسة هي MBF أيضا نقطتين. نقلنا بنفس الطريقة بقية الخطوات بقية النقاط، ونقلنا التسميات أو المسميات، وضعنا المسميات المناسبة أو الصحيحة، ومن ثم قمنا بالوصل بهذا الشكل. نمحي الخطوط الزائدة التي لا حاجة لنا بها، فيكون هذا هو سطح الانفراد المطلوب. هنا ارتدي الألبسة الواقية. سيقوم هذا الطالب بارتداء الألبسة الواقية، هذا هو نوع من الجلد ليقي من الشرار المتطاير أو القفازات، حتى لا يجرح أو حتى هي عازلة للحرارة بشكل جيد. الخطوة التالية، تفقد مكان العمل وتأكد من توافر معدات الوقاية من الحوادث. هل يا ترى مكان العمل يتوفر فيه التهوية المناسبة لتنفيذ لحامات؟ هل يتوفر فيه أدوات إطفاء حرائق أو معدات أخرى للوقاية من الحوادث؟ اجري تسوية لسطوح القطع وانظفها من الأوساخ. قص انفراد السطح الجانبي الانفراد من الورق والصقه على قطعة الصاج، وقص الصاج بملائم شكل الانفراد وارسم خطوط الثني. هذا هو، لاحظ هنا الطالب قام بقص الانفراد على الورق بعد تنفيذه، والآن يقوم بلصقه بشكل جيد على الصاج. طبعا هنا يستغل الطالب المساحة الممكنة من الصاج بحيث لا يهدر، وأيضا تريحه في عملية الثني والقص بشكل أكبر إن كانت أحد الأحرف متطابقة أو قريبة من حرف لوح الصاج كما يفعل الطالب هنا في هذا الفيديو. هنا يقوم الطالب بالقص، ليس بالضرورة أن يقص بمقص يدوي، هنا يوجد مقص آلي. هذه الآلة تقوم بالقص بشكل سريع، طبعا فقط يجب عليه الانتباه أكثر، وإذا كان مرتدي للألبسة الواقية يمكن أن ينبهها وهو متدرب عليها سابقا بدروسه السابقة. يقوم بالقص حاليا وفق الخطوط، وفق الخط الخارجي للصاج للانفراد.
نعم هنا القاعدة تتشكل لدي رويدا رويدا بعد كل عملية قاس، قاعة المسدس أو قاعة الهرم وعلى شكل مسدس منتظم يتابع بعملية القص كما نلاحظ. أحيانا يلجأ لتغيير الجهة، يمكن أن يوجد صعوبة في تدوير القطعة بما يلائم ولحماية نفسه أيضا. طبعا يتوفر في الثانويات جميع المعدات اللازمة إن كانت يدوية أو آلية لتنفيذ أي تمرين تقريبا أو معظم التمارين، وبإشراف المعلمين. طبعا هذا العمل لن يكون وحيدا في الحرفة أثناء تنفيذه. حاليا إن كان في هناك زوائد دقيقة يقوم بإنهائها بشكل صحيح. هذا هو يظهر خطوط الفني، تظهر خطوط السني وتظهر قصه بشكل جيد. بعد ذلك ينتقل إلى الثني، إلى عملية الثني. هناك ثنايات آلية أيضا، طبعا يدوية هي ولكن ضخمة، يمكن الثني بها بزوايا مختلفة وبأطوال مختلفة أيضا وكبيرة. يثبت على الحرف نلاحظ هنا إذا شغلنا الفيديو يثبت على الحرف، ومن ثم يرفع هذه الكتلة باستخدام مقبض خاص. طبعا هناك مؤشر للزاوية، سيتم الثني بزاوية 60 درجة عند حسابنا للزاوية الداخلية. إذا تذكرنا في الحسابات الفنية يجب أن يثني بزاوية 60 درجة، تشكل زاوية 120 درجة عند كل ثنية بين كل سطحين متتالية. هذا هو المؤشر الذي يجب أن يستخدمه هنا، نقطة الصفر أو مؤشر. هذه عملية الثني وهذا هو المؤشر بدقة. طبعا يجب أن يثني بزاوية 60 درجة. طبعا دون الحساب الفني لا يمكن أن يعلم الطالب ما هي الزاوية المطلوبة للثني. فإذن الوحدة متكاملة نظري له علاقة مباشرة بالناحية العملية. وهنا تطبيق واضح وصريح لما قدم في المحتوى النظري. ينهي عملية تقريب الخطين البداية والنهاية بيديه، لا يمكن بالثناية القيام بزالة، يعني بآلة الثني القيام بزالة. الخطوة التالية هي محاذاة قطع العمل من أجل تلقيطها. التلقيط هي عملية لحام ولكن بنقاط مختلفة على الخطوط. جمع القطع بالتلقيط وفق الأبعاد الصحيحة، نفذ عملية لحام الوضعيات المناسبة. هذه هي القطعة. هذا فيديو يوضح عملية التلقيط وعملية اللحام بشكل كامل. طبعا هنا هذه القطعة، هذه أسلاك النحاس، هذا هو الشلمون بعد معايرته بشكل جيد، نسبة الأكسجين إلى الاستيلين. يقوم الطالب بوضع مساعد صهر. التلقيط هي نقطة هنا ونقطة في نهاية الخط، حسب يمكن أن تكون أكثر من حسب طول الخط، يمكن أن تكون ثلاث نقاط، نقطتين، عشرة إذا كان الخط طويلا. المهم عملية التلقيط هي عملية جمع أولي لخطي اللحام، ومن ثم القيام نلاحظ هنا الطالب يكمل عملية اللحام بشكل كامل بعد إجراء عملية التلقيط.
انتهى من عملية اللحام، الخطوة الأخيرة أو قبل الأخيرة ينظف المشغولة بفرشات سلكية بعد الانتهاء من العمل، مطلوب منه تنظيفها طبعا بعد تبريدها، وأيضا مطلوب أن يتفحص المشغولة بالنظر ويحدد العيوب الموجودة. من المعايير أيضا هو فحصه أو جودة العمل وتحديد إن كانت العيوب قابلة للإصلاح أو غير قابلة للإصلاح. أصلح عيوب اللحام الموجودة إن كانت قابلة للإصلاح، هنا نلاحظ عملية الفحص، هي فحص بالنظر لا أكثر. هنا عملية تخزين للعدد التي استخدمها في التمرين. هنا يوجد في نهاية كل تمرين عملي جدول ما يسمى التقييم الذاتي. هذا الجدول تعليمات للمتدرب، استخدم دليل تقييم الأداء، هذا كدليل إرشادي بعد تنفيذك للعمل. أولا لاجتياز هذا التمرين بنجاح تؤشر جميع الخطوات، اثنين الوردة والمطابقة والمطبقة بكلمة نعم. فإذا كل الخطوات التي قمت بها أيها الطالب إن كانت صحيحة وكانت بنجاح تكتب في الحقل المناسب لها نعم. إن كانت هناك خطوة لا يمكن تطبيقها فضع مقابلها إشارة X. هذا هو الجدول. أولا تحضير قطع العمل، يوجد حقل نعم أو لا وغير قابلة للتطبيق. ارتداء الألبسة الواقية، ترى هو ارتداها، حضر قطع العمل نعم نعم. فإذا هذا الجدول يساعد الطالب في تقييمه لذاته بتنفيذه للتمرين. تفقد مكان العمل والتأكد، فإذا إجراء تسويل سطوح القطع وتنظيفها من الأوساخ، وهكذا كل الخطوات التالية نعم لا أو غير قابل للتطبيق، الحقول الثلاثة، كل الخطوات التي تم ذكرها بالدرس هنا يجب أن يقوم الطالب بوضع الإشارة المناسبة بنعم أو لا أو غير قابل للتطبيق. إن كانت غير قابل للتطبيق فعلا، وإن كان لم ينفذها يضع إشارة X، وأن نفذها بشكل ناجح وضع إشارة نعم أو وضع كلمة نعم. في نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمته لكم من معلومات نظرية وعملية متعلقة بهذا. شكرا لكم وإلى اللقاء في دروس قادمة.